رب ارحمني فإني خاطي، رب ارحمني فإني خاطي. يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا. المرضى اشفيهم والحزانة عزيهم، والذين في الشدائد يا رب أعنهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم إني أسألك حبك وحب عملي يقربني إلى حبك. لا إله إلا أنت سبحانك يا أرحم الراحمين. أمر إلى امرأة واشتهاها فقد زنى بها، فقد زنى بها. امرأة فاضلة من يجدها قيمتها تفوق الليالي، فقد زنى بها. تفوق الليالي، تفوق الليالي. كبرت يا جرجس، يلا خلص جامعتك عشان انا حاطط لك عيني على واحدة لو لفيت الدنيا كلها مش هتلاقي واحدة زيها. مين يا بابا؟ جانيت بنت ويليام شحاتة. رئيس السويد. ايه مالها، في حاجة؟ لا مفيش، اصلها رفيعة شوية. يا جرجس يا ابني، الزواج رباط مقدس ما يجمعه الله لا يفرقه انسان، وجانيت هي اللي هترتاح معاها طول عمرك، والرفيعه بتتقن والتقينه بترفع والحلوه بتوحش. المهم السلام النفسي اللي بينكم والمحبه هي اللي تدوم. اصلها يا بابا كمان حوله شويه. العجيبه يا اخي، انت عليك حاجات. انت فاكر لما هتتجوزها هتفضل باصص في عينيها طول عمرك؟ الحاجات دي بتدوب مع الايام وبالعشرة العينين هتتطبق على بعض. دي هبلة يا بابا. انت ما شفتش امك يوم ما اتجوزتها؟ الجواز بيعقل. مناخيرها طويلة. انت هتحط مناخيرك على مناخيرها؟ الله، مش هتجوزها يا بابا. مال الجواز ومال المناخير؟ انت ما شفتش مناخير امك يوم ما اتجوزتها؟ زلومت فيل. بس مع الايام والمحبة. وهي يعني المناخير هتصغر بعد الجواز؟ السلام عليكم يا شيخ محمود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عاوز الحاجات اللي في الورقة دي. اخ يا الله، اختشي يا عبد الهادي، تهد. الله، جوزة الطيب وحجر النار دي خامس جوازة يا عبد الهادي. الله، مش احسن ما امشي في الطريق البطال. والعروسة بقى عندها كم سنة ان شاء الله؟ 25 سنة. يبقى الله يرحمك ويحسن اليك. وادي كمان من عندي وقيتين بن. طب والبن عشان ايه؟ عشان العزا بتاعك. ما هو بالطريقه دي الخارجه بعد الدخل على طول. عاوزينك في كلمه يا شيخ محمود. خير يا محسن بيه؟ اخوك اسامه فين؟ والله ما اعرف يا محسن بيه. احنا عارفين ان انت راجل طيب ومحترم ومالكش دعوه بحاجه، بس اديني بقول لك اهو، لو اخوك كلمك او اتصلت بيه قول له يبعد عن الطريق اللي هو ماشي فيه. انصحه يا شيخ محمود وبلغه بقى ان دي اخر فرصه هنديها له. حاضر يا باشا، حاضر. اتفضلوا اشربوا حاجه. يؤكد المؤتمر السنوي 51 للوحدة الوطنية على المشاعر الطيبة المتبادلة بين المسلمين والمسيحيين على أرض الهلال والصليب،
مؤتمرات ايه بس يا لؤي؟ مؤتمرات ايه؟ احنا لو قعدنا 100 سنه في البلد دي مش هناخد حقنا. ما ها لا عارفين نبني كنيسه ولا حتى نصلح ضوئه ميه في كنيسه من غير ما نجيب لها تسريح ياخد له سنه. هو كده وبس؟ وفي حد من ولادنا يقدر يتعين في منصب مهم في الدوله؟ طب قولي في كم وزير مسيحي في الحكومه؟ بس بوس واحضان وقرارات ومؤتمرات، واللي في القلب في القلب يا كنيسه. مضطهدين؟ مضطهدين ايه يا شيخ جاد؟ ده احنا اللي مضطهدين. ده احنا كل ما نبني جامع يبني قدامه كنيسه، وثلاث ارباع فلوس البلد معاهم. هم سايبين شغلانه ما بيشتغلوهاش. على رايك مديرين بنوك ورؤساء مجالس ادارات شركات استثماريه الكبيره كلهم مسيحيين. اي أيوة والله يا شيخ جاد، انت عمرك شفت شحات مسيحي؟ ايوه صحيح. وقال ايه؟ قعدوا يقولوا عيدنا مش اجازه، عيدنا مش اجازه، لحد ما بقت اعيادهم كلها اجازات، اجازات اعيادهم على اجازات اعيادنا، وما بقاش في حد بيشتغل في البلد دي. يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب. ولقد حثنا ديننا الحنيف على المعاملة الحسنة مع الإخوة المسيحيين، وإني لأرى مشاعر الحب والإخاء التي تجمع بيننا وبينهم قد بلغت أوجها وقمتها وذروتها. أما المتطرفون والإرهابيون الذين يسيئون بأفعالهم إلى الأمة الإسلامية وإلى الدين الإسلامي فهم ليسوا من الإسلام في شيء، والإسلام بريء منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب. يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب. الآن أترك الكلمة لأخي بولس الواعظ الشهير وأستاذ علم اللاهوت. بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد امين. نحن نشكر الرب الذي اعطانا هذا الوطن الامن لكي نعيش فيه اخوه وتحبين متالفين مسيحيين ومسلمين. ان البذر التي في الارض والتي تطرح ثمرا طيبا ناكله لا تعلم اكانت اليد التي غرستها يد مسيحيه ام يد مسلمه. ان بعض المسيحيين الذين يثيرون الفتن والضغائن بين عنصري الأمة ليس هم بمسيحيين ولا مصريين، بل هم أعداء الكنيسة وأعداء الوطن. يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب، يا هلال مع الصليب. إيه اللي أنت قلته ده يا بابا؟ تاني؟ احنا مش قلنا ملناش دعوه بالناس دول؟ انا قلت اللي انا مؤمن بيه يا جرجس. الناس اللي ضدك دول مش سهلين، ولا يمكن هيسكتوا على الكلام اللي انت قلته ده. انت مش عارف قاعدين بيقولوا عليك ايه على النت. ايه هيعملوا ايه يعني؟ هيقتلوني؟ انت خايف على ابوك يا جرجس؟ ما تخافش، احنا في حمايه ربنا. ايه الصوت ده؟ مش عارف، انا اول مره اسمع الصوت ده في العربيه. اجري يا باب. يلا بينا. يلا. بقاء لله يا أخ محمود. الحمد لله على كل شيء. أنا الشيخ عمر سند، ده الشيخ خالد عبد الجبار. كان المرحوم اخوك بالنسبه لنا هو القائد والمعلم. الله يرحمه ويحسن اليه. ما عشان تجوز عليه الرحمه لازم تواصل الجهاد اللي بداه الشيخ اسامه،
وتكمل كفاحه لنصرة الإسلام. أنت تقصد إيه؟ الشيخ أسامة كان أمير الجماعة وهو أوصالك بالإمارة من بعده. يا شيخ عمر، أنا راجل مؤمن وأعرف ربنا وبصلي فروض وبصوم، إنما ما أحبش يكون لي أي انتباه لك مع الدينية. ما تحبش؟ ده فرض عليك يا شيخ محمود، هي دي برضو فيها أحب وما أحبش؟ بعدين رفضك ده ممكن يحدث فتنة بين الإخوة في الجماعة، وإحنا عايزين الإمارة تنتقل بشكل سلمي من غير أي مشاكل. أنا ما كنتش عضو في الجماعة أساساً عشان أبقى أميرها، ولا ياما نصحت أخوي الله يرحمه لما هو اختار طريقه ده، ودي النتيجة. ما لها النتيجة؟ هو في أحسن من كده نتيجة؟ مات شهيد. سعيكم مشكور يا إخوانا. ربنا يعوض عليك يا محمود، انت راجل طيب، عمرك ما عملت حاجه وحشه في حد. تتهم مين يا شيخ محمود؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لا يا فندم، احنا عارفين مين اللي عمل كده كويس. اتكلم يا بابا. اسكتي اسكتي يا فندم. يا فندم احنا بقالنا شهر عايشين في الرعب ده. احنا مهددين، شوفوا لكم حل، احمونا.